سلام العائلة، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ صحتكم بخير؟ نتمنى تكونوا بأحسن الأحوال وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. المهم كي داير أموركم؟ كلشي بخير. اليوم راه بادية معكم الفيديو ماشي بالصباح، راه بادية مورا المغرب، راه عندنا الظليمة طاحت في العربية صافي. المهم قبل ما نبدا معكم هذا الفيديو، عرفتوا أنا كنت بيتة البارح بوحدي أنا وذهب في بوزنيقة، بقينا تما حيت كان عندي واحد الغرض الصباح خاصني نقضيه في بوزنيقة، هما جاو هنايا وأنا بقيت تما. المهم مني جيت عندهم دابا عرفتي كتقول لي موني ملقي عليا، كتقول لي انايا حافظك الله وحفظنا الله حنايا، انت ما جيتيش معنا وحنا حفظنا الله. قلت لها انت مالك مالك خلعتيني شنو كاين؟ قال لك لا لا، كانوا البارح شوفوا ردوا البال بزاف 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 مع الوليدات الصغار اللي كيدخلوا يتبعوكم الكوزينه، ردوا معهم البال. موني اختي كانت البارح ملي بغات تدخل الكوزينه كتبقى هي الاخرى حيت كتنوض تصاوب الوليدات الحليب، داخل كتصاوب الحليب الوالده، اما الوالده راه كدير كلشي كطرقهم ملي كتبغي تنعس، كتقلب الروبينيت واش كيقطرو، كتقلب هذا البوطات، كتقلب كلشي مسكينه. ولكن عيات البارح مشات نعست واختي تبعتها وراها الكوزينه كتصاوب في الحليب الوالده، صوبت الحليب الوالده وخرجت ولدها الصغير دور الساروت وبقى داك النفس ديز. تخيلوا معايا جات مونيا نعست ولدها وبداك العياق ديال الدراري الصغار، كتقول لي انا مابقيتش حاسه براسي صافي بالزربه نعس لي ولدي وانا نعس. قالت لك بالليل كتشم الريحه، قالت لك دوختها ريحه ديال الغاز، قالت كتبغي تنوض وكتحس راسها ثقيل. قالت لك بقات متكدوخ فيهم ديك الريحه، قالت لك ناضت كيفاش عطاها الله الجهد. قالت لك ناضت مشات الكوزينه، من حدا هي كتقرب الكوزينه والريحه كتمجهده، مشات دخلت لقات البوطه محلوله. الحمد لله الحمد لله، عندنا العروبيه تتواسع كما كتعرفوا، الدار بحال كما كنقولوا مفرعه، فيها بزاف ديال الشراجم ومع القصدير توا كيخرج يعني داك النفس توزع. كنا كانت شي دار صغيره وفيها الشراجم صغار وسادرهم، كنا كنزمت تجمع ودوخهم وقتلهم، راك تعرفوا البوطه شحال من واحد قتلته النفس ديالها. المهم مشات جرات سدتها ومشات قالت لي خفت على الوالده، قالت لك مشات كتفيق فيها كتفيق فيها وهي كتفيق ليها، قفزت الوالده لا فيقتها باللي كتقفز بحالي انا بحالي الوالده، انا لا فيقني شي واحد على غفله كنقفز. المهم قالت لك مشيت متاكد بان الوالده ما دوختهاش الريحه، حيت الوالده كتنعس البيت حدا الكوزينه واختي كتنعس هنايا في الصاله هنايا فين انا جالسه. المهم الحمد لله قالت لك ما طرا والو، قلت لي راه خاصنا نخرجوا صداقه، نهار اللي الانسان كطرا ليه شي حاجه بحال هكا كيخرج صداقه كتكون مخفيه، كتعرفوا الصداقه كتحبس شحال من حوايج. المهم الصداقه زوينه وعرفتو حتى انا ولده بسلامته وجا عندي للدار ودور لي الفران، حيت البوطه بعيده عليه كتعرفوا البوطه راه دايرها الفوق ما غاديش يوصل ليها، والبوطه الكبيره خاشيه في البلاكار، دور لي غير الفران شعلوا لي الفران الكحل هو اللي دورو بقى شاعل شاعل. انا كنشم الريحه ديال الحراق كنقول شنو هذا الشيء، حيت كنت خاشيه في واحد الكاسرونه واليد ديالها ديال البلاستيك، من الفران سخن بدات كطلع هذيك الريحه وداك الدخان ديال البلاستيك، كنقول ويلاش هذا الشيء. تمشيت نجري للفران من حليت لقيت الدخاخين طالعه وهذيك، ملي جيت نعرف راه قالت لي اختي، قالت لي غير ولدي هو اللي كيدور ذوك السوارت. ولكن سبحان الله انا عندي في سميتو في داري في الامارات ديك السيروت ما كيدورش، واخا الذهب كضل تدور فيه خاصك توركي عليه الداخلي لداخل عاد دوريه، هذا بالزربه كيدور فهمتو، دايرين بحال الكود ديال الدراري الصغار باش ما يدوروش. المهم الحمد لله الحمد لله على سلامتهم حفظهم الله. المهم دابا كما تشوفوا الوالده مسكينه كتبغى تنوض طيب لنا العشاء، قالت لنا شنو نطيب لكم؟ مره كدير لنا الحريره صراحه، مره كدير لنا القديد بالشعريه، كل مره واش كدير كتخربق الوالده. اليوم قلت لها شوفي ما ديري والو، قلت لها ما ديري والو انا نوض نعجن واحد شويه ديال الملوي صافي، والوالده هي غتقادو انا غير ندك لها العجينه ونعجنها لها، الوالده تقادو نمشي نشعل ليها العافيه ديك الحوايج اللي فيهم تمره نحيدهم ليها. المهم الوالده كديرو زوين. المهم هنا راه حطيت الدقيق كما كتشوفوا، حطيت الفورس واحد شويه واحد شويه ديال الفين وشويه جهد واحد الكويس يعني الاغلبيه ديال الفورس، حطيت مليحه رشيت مليحه كما كتشوفوا كانت باينه لكم في الكاميرا، رشيت مليحه ورشيت شويه ديال السكر مع القدي السكر والخميره، واحد شويه ديال الخميره كاين اللي ما كيديرش فيه، رشيتها رشيشه صافي. دابا غنبدا نعجن بشويه ديال المدافي باش ان شاء الله نطيبوه. المهم كما كتشوفوا هي العجينه دلكتها وخشيتها في الميكا، كتعرفوني انا كنخشي العجينه في الميكا كتكمل الدلك ديالها وكتجي رطبه. المهم تبقى هنايا
واحد شويه على ما مشيت انايا نشعل العافيه برا، والوالده هي اللي تخدم الملوي كما هي كدير لنا ديما. تشوفوا الوالده غاده بالبيض، صابغه بالصباغه ديال الدفران باش تحطوا تقرقي الدجاجه باش لا بعض شي دجاجه تكون عارفه ماشي مسبوقه. دابا الا بعضت شي بيضه تعرف راه جديده ماشي قديمه. وذهب باش سكت لينا عطاتها الوالده واحد شويه ديال العجينه كتقاديها كالحادقه كتكادي العجينه حتى هي تعاونينا. شوف مابغاش تسكت عطاتها ماما واحد شويه ديال العجينه وبركتها هنايا كتلولب وتلعب. الوالده الله يعطيها الصحه بدات كتقاد لينا في الملويات، وانا دابا غنخليها تقاد الملوي تصاوبو هي عاد نخرج دابا نشعل انا العواد برا. عرفتوا برا مهويه الدنيا، مهويه يعني داخل عندنا الزمت وبرا مهويه الدنيا. امين زكاع لاختك والدي راه مخلطه الزيت والزبده، الزيت والزبده في هذيك دايره الزيت والزبده، دايره الزيت والزبده شويه الفين وحداها كتقاد لنا في الملي. والوالده راه محايده ديك الجليجه، قالت لك الجليجه خاصه بها كتخزنها للملوي باش تقاد فيها باش تجلس على خاطر هنا. درنا كبار ديال المقله، مقله كبيره خليهم كبار كلشي غيمشي للمعده كلشي غيتكيل. الوالده غلبتها الصحه دابا وصافي كتعرفوا بنادم ملي كبر كيعيا. عرفتي كانت كدير لينا عرفتي الزينه ديال المسمن وزينه ديال البغرير وكتخشي في الثلاجه كيبقى نجبدو كنبقاو نجبدو ناكلو منه شحال وشحال. يعني كتقول انا عاجنه عاجنه ندير بالزيت كتتكون في المويكات تخشي في الفريكو، ما تبغيش تعجن غير عجنه بحال هكا ناكلوها دابا ونوضو، كتبغي تخلي في الفريكو تجبد منه مره مره تصبي مشا تضريا تصبي تصبي. عرفتي كنت تمشي ديك العام ديك المره اللي جيت كانت عندي غير وحده غير ولا جوج ما كرهتش انا والله تا نتغدى ونتعشى ونفطر وكلشي من العواد والله ما كرهت. كنديرو قليل يعني ماشي بزاف ماشي يوميا نقولو حنا نطيبو على العواد، كنا بشحال هادي كنطيبو بزاف على العواد. دابا ولينا مثلا الكسكس ولا تشهينا بالعواد طيبو حريره، لا تشهينا شي حاجه بالعواد مثلا الملوي. اما الوالده اغلبيه ولات كطيب بالبوطه دابا. هانتو العويفيه ديال العواد شدت هانتو كيداير شي زعما. بنتي شافت الوالده كطيب كدير في المسمن كتقول لي خبز خبز دابا يلا غطيبه ما جدة طيب وتعطيك خبز خبز جاهز دابا دابا خبز خبز كتقول لي خبز سميتو سميتو خبز 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 قالت خبز منمنم واخا عطينا خبز. المهم داروا لي عشاء يا با تاكلوا شي حاجه، المهم ناكل شي حاجه صافي. يابي ها يابي شنو هو يابي رايبي سمعوا سمعوا يايبي يايبي رايبي كتعطي الوالده رايبي. المهم حنا قاعدين نطيبوا في الملوي على العواد. الله عرفتوا كي كيجيو بالريحه ديال الدخان هذاك شويه الدخان اللي كيطلع هو اللي كيبنن الماكله ما شاء الله تبارك الرحمن اللي كتوحم تسمح لينا تسمح لينا لهذا المنظر. بنتي بدات تاكل قبل ما ندخلوه جاعت كتقول لي راكم عطيتها تاكل شويه الملوي ياك زوين زوين الملوي كيجيك الملوي ديال العواد زوين بليل زيديك هاك يلا زيديك هاك تبارك عليها الوالده ديك شويه شويه شويه. المهم هذه اخر وحده كطيب فيها الوالده حيت دارتهم ما شاء الله كبار. المهم نكمل الطياب صافي اجي غير باش تعشيش.
تعالوا زيدوا تعشاو زيدوا يلا. ايما واتاي صافي حطينا تما شويه ديال الزبده بلديه وشويه ديال العسل وهذا بحال الفول السوداني ديال شنو هذا الوالده؟ وي صحابتو جاب لها لك مريم هذاك الفول السوداني اللي كيتباع في الامارات املو هذا املو حطت الوالده صافي وهذاك المليويات زيد الوالد زيد طلع امين تقاد المهم كما شفتوا صافي غسلت الموانات حيت داكشي ديال العشاء وجيت هنايا صافي اللي حطت البونجات نفرج انا وبنيتي دابا راني عساس كنت نفرج ليها صافي الوالده مشات تكات في بلاصتها امين مشات تك في بلاصتو صافي بقيت انا وبنتي صافي راك عارف صافي غنلوح غير البونجات وجوج مانطات هادو خفيف نجيب بنيتي صافي ودابا غنجي معكم نهايه الفيديو نقول لكم سيروا تصبحوا على خير حتى الفيديو الجاي ان شاء الله ونتمنى الفيديوهات يكونوا خفاف ورافع للقلب كيف العاده ومع السلامه الحبايب.